اليوم يا جيتي اليوم هذا القران الكريم ما اشوفه قران مكافحة الشغب اليوم اكثر من 40 قران كريم موجود بساحة التربية بكربلاء المقدسة يعني قول مكافحة الشغب ليش ارقول شوف حرقوا القران انا يجوز شباب هنا طائي اخذوله قتلوله عذبوله والله العظيم مثل مثل شاهدون بس الكتاب ليش كتاب الله هذا مثل مثل شاهدون نود نوثق ان الصوره اليوم هاي الخيمه اللي موجوده كان بيها قرائن وضعيه واليوم حرقوها بهاي الطريقه